الوضع منه خرا، عندنا تقريبا شي 15 سنة شغل صح لنوصل للخرا. بعدين فينا نبلش نمسح وهيك. وهن عايزين هيدا النوع من الكوميدي وعايزين انه يضحكوا، خصوصا من ورا كل شيء صار، العالم عن جد عايزه انها تضحك وتنبسط. كثير غريب كيف بتعامل مع التروما بالبلد، لانه منحس حالنا بطولة انه انا قدرت اتخطيها نفسيا وما احكي عنها. حتى لهلا يعني، حتى وقت الانفجار دائما كان الحديث والسردية تبع السياسية اكثر شيء، انه تعال نتخطى شو المرحلة اللي بعد. مش قصة الوضع الاقتصادي، وهو نحن بلبنان ما في شيء، فكل شيء بده يتزبط ليترلي، ما في شيء، فكل شيء بدك تحكي عنه. يعني انت حتى قبل 17 تشرين انت بلد منه راكب وما في لا حقوق، يعني اذا بنحكي عن المرأة، اذا بنحكي عن الاحوال الشخصية، ما في عندك قوانين بتحمل النساء او الاطفال، في مليون شغلة، يعني ما في شيء ظابط، فكله بدك تحكي عنه. فكله موضوع inspiration in general. كثير المجتمع قالك كثير عن حط حواجز على حساب المرأة، فهذا اللي لازم نكسره. يعني فاليوم نحكي عن السكس، هو مش بس لأنه سكس لأنه لا، بدنا نجي نقول أنه في صوت المرأة. أول شيء صوت المرأة مش موجود بالسكس.